مع تواصل تعافي البيتكوين، عودة التقاء الترند الهابط في مؤشر القوة النسبية مع أسبوع جديد في اختراق مناطق 60,000 للبيتكوين. ما هو القادم ولماذا هذه الساعات المهمة جدا؟ إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني اعمل لك واشتراك، ولا تنسى تنضم لدي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أهم ميزاتنا بالقناة. صفقات كريبتو وفوركس مجانا. البيتكوين الآن يا شباب يعطي إشارة صعودية. من المحتمل أن نخرج من هذا الترند الهابط وينكسر نحو الأعلى. لاحظ صديقي على الإطار الزمني القصير اخترقنا هذا المستوى في المستطيل الأبيض، والآن متجهين إلى مناطق الترند الهابط. من رغم بأننا نتداول في مناطق مقاومة، إلا أننا قد نواجه مقاومة جدا عنيفة في هذا الترند عند مناطق 61,500. لاحظ صديقي أكثر مرة ارتد منه السعر وفي كل مرة نحصل على قاع. هل ممكن نرتد من هذا المستوى ونحصل على قاع جديد؟ صديقي إلى الآن ما زالت الإشارات صعودية بالبيتكوين. إذا تم الاختراق ممكن نصل إلى مستوى 62,000، المنطقة الذهبية بالبيتكوين. بمجرد اختراقه راح نشوف انفجار كبير بالبيتكوين. أما لو توجهنا إلى الجانب السلبي، أي رفض من هاي المنطقة وخسارة منطقة 59,500، هدفنا وبشكل صريح منطقة 57,000. الأمر المقلق أصدقائي لو توجهنا نشوف خريطة الأكوادة، عنا كميات كبيرة من السيولة تتجمع بالجانب السلبي في مناطق 54,000. فلذلك صديقي عليك الانتباه من حركة البيتكوين بحال شاهدنا الرفض من هاي المناطق. قد نتوجه لأخذ السيولة من مناطق 54,000. طبعا إذا بنشوف مؤشر القوة النسبية الآن بمنطقة مهمة جدا، اختراق مناطق 50 نقطة، يعني اختراق هذا الترند الهابط، يعني انفجار كبير. أما بحال تم الارتداد من هاي المناطق فممكن نتوجه إلى منطقة 34 نقطة. لذلك صديقي عليك الحذر من الحركة القادمة للبيتكوين. بالتأكيد أنا استراتيجيتي ممكن أخرج جزء من أرباحي اللي أنا دخلت صفقات فيها من مناطق 56,000، ممكن أبقي جزء بسيط من رأس مالي بحال صعد السوق أحافظ على الأرباح، وبنفس الوقت أكون قادر على التعزيز والشراء من مناطق منخفضة. بالتأكيد صديقي نحن مستمرين معكم بتحليل البيتكوين وتنزيل أهم الصفقات الناجحة كريبتو وفوركس. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو وعمال تستفاد من المحتوى، لا تنسى تعمل لي لايك واشتراك، وضروري كتير تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة.